مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج دكتور هيلث اللي يأتيكم كل أسبوع على قناة الشروق باش يناقش معكم مواضيع تخص صحتكم أنتم. سبينا بيفيدا هي لا دوزيام كوز دو لونديكاب شي لونفون، موضوع يهم بزاف صحة المواطن خاصة الوالدين. سبينا بيفيدا هذا تشوه خلقي دكور اللي يجي على نيسونس، يعني نخلقوا به دكور، هذا يتوش لمواني بينيير إلي فيرتيب. اليوم راح نروحوا إلى مصلحة حديثي الولادة باش نشوفوا كيفاش يتم التكفل بهذه الفئة، ونشوف واحد الجانب وين لي ماما لي توسوسوا على ولادهم ما راهوش يسمان راهو ضعيف اكسيتيرا. سكوليوز يعني ان بروبليم لي توجور يتكرر لي كوتش، وشنو هما التمارين اللي نديروهم؟ اسكو نقدروا نديروا تمارين؟ وشنو هما نوع التمارين اللي نديروهم؟ دكتور هيلب نهار الجمعة 8 تاع العشية على شروق تيفي.